هما. شكرا محمد. لك محمد. وانتقل إلى زاوية أخرى في هذا الاستوديو حيث تستمر هذه التغطية مع الزميل عبد العزيز النصر وعبد العزيز سليطي والدكتور طارق الجرام. عبد العزيز مساء الخير. مساء الخير لك، مساء الخير للكابتن ياسر القحطاني، ومساء الخير للجميل اللي أقول له مبروك، ألف ألف مبروك. بكلمك الراجل تلف عليه. ما تلف علي هنا. تفضل يا كابتن. أنا بكلمك. تفضل يا كابتن. ألف مبروك على الجوازة الجديدة. الكلام ده صح ولا؟ لا ما اقدرش اتجوز على ام سيف. انا عندي ام سيف بالدنيا. الله يخليها لك. لا والله. بس انا اعطيك فرصه انك ترد. لا انا ما بردش على الاشاعات. لو ما بردش على الاشاعات، لو زماني رديت مش اخلص. عبد الرحمن طيب فاضيين، احنا مش فاضيين، عندنا شغل كثير. طيب احنا بتوع اعمال. لا فعلا. طيب انت شفت صاحبك وائل جمعه في السوشيال ميديا ولا لا؟ عامل ايه مع البادل؟ عامل ايه؟ طيب لف لي كده عشان اوريك. شفت الحركه دي؟ ولا لا؟ دي حركه جميله قوي. ها بس قول له خلي يخف اللعب شويه على السوشيال ميديا. وائل ستايله في البادل والتنس اعلى من كره القدم. تحيه لكم، اهلا بحضراتكم، اهلا بعبد العزيز سليطي، حياك الله. حيك. مرحبا عبد العزيز. طبعا اليوم نحن موعودون مشاهدينا الاعزاء لمباراه طبعا